مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. أنت كثيرة هي قطعة أثرية لآلة ميكانيكية معقدة من التروس والمسمرات، اخترعها الإغريق للحساب الفلكي لمواقع الأجرام والتنبؤ الدقيق بالخسوف. تم اكتشافها عام 1900 في حطام سفينة في المتوسط قرب جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية، وهي معروضة الآن في المتحف الأثري الوطني في أثينا. وتعتبر الأنتيكيثيرا أول ساعة فلكية معقدة، حيث يعتقد أن اختراعها يعود إلى عام 150 قبل الميلاد، وهي مصنوعة بدقة بالغة لحساب الزمن. ورجحت المصادر الأثرية كونها آلة فلكية معقدة تشير إلى مواقع النجوم والكواكب وأوقات حدوث الكسوف والخسوف.